أتمنى تكون الرسالة بتاعتي وصلت لكل الناس، سواء القنوات الصغيرة أو القنوات الكبيرة. مش عايزين أي حاجة من حد، مش عايزين دعم، مش عايزين تعاون، مش عايزين أي حاجة. ربنا واقف معانا، وعشان محتوانا كويس الناس هتتابعنا. مش محتاجين نتذلل لكم، ولا محتاجين ان احنا نعيط ليكم ونتحايل عليكم بالسعادة. ازيكم، عاملين ايه؟ وفيديو جديد. فيديو النهاردة مهم جدا، وارجو من اي حد ان هو لو بيسمع الفيديو ده يكمله للاخر ويسمعني كويس جدا، وبالذات لو هو صاحب قناة صغيرة او صاحب قناة كبيرة. بس انا اقصد بالفيديو ده اصحاب القنوات الكبيرة بالاكتر. انا بدأت يوتيوب من 3 شهور بالظبط. بدأت ما كنتش فاهمة يعني الدعم، ما كنتش فاهمة يعني التعاون، ما كنتش فاهمة اي حاجة من الكلام ده خالص. تمام، اول حاجة اتكلمت مع صاحبة قناة كبيرة بدون ذكر اسماء، وهي لو شافت الفيديو ده هتعرفني. بدأت كنت لسه منزلة 2 فيديو بس على القناة بتاعتي، وكانت ما كنتش فاهمة حاجة طبعا، ولا شروط اليوتيوب، ولا ازاي احط صورة مصغرة، ولا ازاي اعمل مونتاج، ولا اي حاجة من دي. كلمتني وكده، قعدت اسألها بقول لها يعني ايه شروط، قعدت تفهمني شوية حاجات وحاجات ما كانتش بترضى تفهمها لي، بتقول لي بكرة تعرفي. كانت بتتوهني ماشي، او كانت عاملة انها بتساعدني. يعني انا كانت مثلا اقول لها ايه شروط اليوتيوب، طيب امتى اعمل، تقعد تضحك مثلا، تهزر، ايه ده انتي مش فاهمة، دي انت لسه. طب انا كنت ساعتها محتاجة فعلا اللي يفهمني، صاحبة قناة كبيرة، هي قناة معدية 200,000. قلت لها انا عايزة قناتي تكبر وكده شوية، ممكن تعملي لي دعم؟ قالت لي ماشي، استني عليا 5 ايام. عدى ال5 ايام، كلمتها. كنت انا نزلت في وقتها في ال5 ايام، نزلت فيهم 15 فيديو عشان قناتي تكبر او حد يعرفها، ما حدش يعرفها برضو. قالت لي ايه ده، ايه ده، انت نزلتي بتاع 15 فيديو، ازاي اعملك دعم وانت بتنزلي فيديوهات بسرعة كده؟ انا مش فاهمة ايه علاقة انها تعملي دعم بان انا بنزل فيديوهات كتيرة، يعني انا مش فاهمة الموضوع ده نهائي. قلت لها مش فاهمه. قالت لي لا، نزلي فيديوهات بالعقل، يعني كل 3 ايام فيديو. قلت لها ما انا قناتي لسه صغيره، لازم ايه انزل فيديوهات عشان تبقى ايه ماليه مركزها وكده. قالت لي لا، انا مش بعمل دعم لحد بالساهل. سكت برضو، قلت لها ماشي، عشان خاطر انا كان نفسي، انا حلمي ان قناتي تكبر. قلت لها ماشي. بعديها ب10 ايام كلمتها، كانت هي طبعا عماله تعمل دعم لناس كتيره. ف كلمتها تاني، قالت لي استني عليا شوية كمان. قلت لها طب ليه؟ قالت لي قناتك مش متظبطة وعايزة تتظبط، وظبطيها وبقي كلميني. استنيت 15 يوم كمان، كلمتها. والله العظيم يا جماعة، والله العظيم بجد انا ما بكدبش في اي كلمة من اللي انا بقولها. قالت لي لا استني عليا شويه، اصل انا عندي شويه مشاكل كده، فمش عارفه انزل لحد دعم. انها كانت بتنزل لناس دعم، ومنهم قنوات انا تابعتهم عشان انا محتاجه اللي يتابعني، فبحس ان انا لازم اعمل لهم اشتراك اساعدهم. طالما انا محتاجه فليه ما ساعدش حد؟ تمام. بعديها عدى شهر، قلت اسيب شهر بقى. كنت انا بقالي شهر ونص كده عامله القناه، رجعت اكلمها تاني بقول لها مش ناويه تعملي دعم؟ قالت لي بصي انا عندي ظروف الايام دي وكده، فانا مش عارفه بصراحه اعمل. هي بترد، بس بترد ردود يعني تحرجك. قلت لها خلاص انا مش عايز. قالت لي تمام ماشي براحتك، كأن انا ايه اللي رفضت خلاص المساعده. طب ما انت بتذليني، اكيد انت هتعرفيني لو شفت الفيديو ده، اكيد هتعرفيني. بس انا مش هقول اسمك. بصوا ادي ده كده موقف تعرضت له في بدايه ما انا عملت القناه. طلبت دعم من ناس كتيرة جدا، القنوات الصغيرة هي اللي عملت لي بس للأسف كم قناة كده عملت لي دعم، ممكن مثلا نقوله 3 أو 4، بس 3 أو 4 الصغننين دول ما جاليش منهم ولا شخص، ولا شخص ما جاليش منهم. حتى ان يجي حد يقولي انا من عند فلانة، لا. انا كنت ممكن 2 أو 3 أشخاص من كل قناة وبس، والقنوات اللي معدية 25,000.
مثلا قناتين عملوا لي دعم كانوا معديين 25,000، قولي منهم ممكن اتنين واحدة، انما القنوات ل5,000 وال4,000 وال6,000 والكلام ده ما بيجيش منهم حاجة خالص، عشان اصلا التفاعل عندهم بيبقى عندهم بالعافية كمان، فمش بيقدروا يدعموا الناس الصغيرين خالص. فانا حابة من كل كلامي ده اوجه رسالة للقنوات الكبيرة اللي هي مش بترد علينا اصلا. انا اعتقد ان القنوات من اول 100 اشتراك لحد 15,000 اشتراك كلهم محتاجين دعم، فعشان كده مش بيقدروا يدعموا الناس اللي تحتيهم كويس، سواء انا او غيري او غيري من القنوات من اول 100 اشتراك ل15,000 اشتراك بيبقوا محتاجين دعم. بنطلب دعم من الناس اللي معدي 200,000 ما بيردوش. انا عايزة افهم الرسالة بقى اللي حابة اوجهها لهم، انا عايزة افهم بجد انتوا هتخسروا ايه لو عملتوا دعم للقنوات الصغيرة؟ انتوا هتخسروا ايه؟ انا مش فاهمة ايه اللي انت هتخسريه لو خليتي 200 شخص يعرف حتى القناة ويتفرج عليها ويكبرها لها ويحقق لها حلمها. في ناس بتكسب من القناة، في ناس بالنسبة لها القناة دي شغف، في ناس بتبقى حلمها. طب ليه انت مش تساعدي؟ انا مش فاهمة. بتشوفي الكومنت على فكرة، بتعملي لاف او بتعملي لايك، بتعملي لاف قدام الناس عشان تبيني انت شفتي الكومنت وهتعملي. طب انت ما بتعمليش قنوات كبيرة جدا، شفت كذا واحدة بتتكلم معاها، طب انت ليه؟ انا بقالي سنة بطلب منك وبقالي، لا بجد انا مش فاهمة. انا لما حد بيدخل عندي القناة مع ان قناتي لسه ما كملتش 1,000 مشترك ويدخلوا لي دعميني وادخلي عندي واعملي لي زيارة، ببقى مشغولة ومش فاضية، بس بقول الكومنت بتاعي يفرحها، يعني الكومنت بتاعي يفرحها، فلازم ادخل. حتى لو بيهمني اوي الكومنت اللي بتقولي ادخلي عندي اعملي كومنت اكتر من الكومنت اللي بيمدح فيا، لان دي بتحتاج مساعدتي. اكيد المساعدة دي ربنا يجازني عليها خير، حتى لو مش في قناتي، في حياتي، ان انا استجبت الانسانة وساعدتها. فليه انتي يعني قناتك الكبيرة ايه بقيتي مثلا عظيمة؟ يعني ما انتي برضو كنتي زيك زي القنوات الصغيرة اللي بتطلب دعم، وبرضو القنوات الكبيرة لما بتطلع تتكلم بتقول ناس كتير جدا عملت لي دعم. طب ما انتي تعملك دعم وطلبتي في يوم من الايام، ليه ما تحسيش بالقنوات الصغيرة وتعمليها دعم انتي كمان؟ ولا انتي هتخسري ايه؟ قنوات كبيرة جدا بتقدم محتوى مش حلو، ومن رأيي انا مش حلو ومش مفيد، وبتطلع تعمل اي حاجة وخلاص. انا مش بعيب فيكي، بس انتي مش بتقدمي حاجة عظيمة تخليكي تتكبري علينا. ممكن قناة صغيرة تكون بتقدم محتوى احسن من اللي انتي بتقدميه 1,000,000 مرة، وفعلا مش لاقيين فرص. مش بتكلم على نفسي طبعا، بتكلم على قنوات كتيرة صغيرة انا بشوفها انها بتقدم محتوى احسن مني واحسن منكم، بس مش متشافة. كده كده القنوات الصغيرة هتكبر، ويمكن لما تكبر انتي تطلبي منها المساعدة او تعاون، وساعتها هي مش هترضى. انا عن نفسي اي قناة طلبت منها دعم او تعاون ومرضتش لما قناتي تكبر مش هرد عليكم خالص. كم قناة كده انا ما عندي استعداد اقول اساميهم وما بخافش، بس مش عايزة شوشرة كتير، مش عايزة كلام كتير، مش عايزة فضايح كتير، مش عايزة الكلام ده خالص. فيعني بصراحة متضايقة، متضايقة قوي. هو ده ما كنتش عارفة ان ده مجال اليوتيوب، وانه اناني كده قوي، وان في ناس انانية وفي ناس بتخاف. مثلا انتي خايفة مثلا ما تعملي لها دعم هي تكبر قناتها وتغطي عليكي، اصل مش هتيجي غير كده. يعني انا مش فاهماكي بجد، ليه 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 ما تعمليش؟ ليه مش فاهمة ايه اللي يخليكي ما تعمليش غير عشان الفلوس؟ مثلا واحدة انتي ممكن تعملي دعم للبيج، دعم للجروب عشان لما بيدوكي فلوس، بس انما تعملي دعم القناة صاحبتك واحدة محتاجة مساعدة، لا ما بترديش. مع انك انتي مش هتخسري لايك ولا تخسري سبسكرايب ولا تخسري كومنت ولا تخسري فلوس ولا تخسري اي حاجة، بالعكس انتي هتساعدي. اتمنى تكون الرسالة بتاعتي وصلت لكل الناس، سواء القنوات الصغيرة او القنوات الكبيرة. مش عايزين اي حاجة من حد، مش عايزين دعم، مش عايزين تعاون، مش عايزين اي حاجة. ربنا واقف معانا، وعشان محتوانا كويس الناس هتتابعنا، مش محتاجين
نتذلل لكم ولا محتاجين ان احنا نعيط ليكم ونتحايل عليكم بالساعات.